أهلا وسهلا فيكم مع مطبخ ماما ريم، ماما ريم كيتشن. بليز إذا ممكن سبسكرايب واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس. اليوم كنت في سوق الجملة في مدينة برمنغهام، وكتير كتير شكل القرع بشهي، كتير كتير في أنواع كتيرة لأنه هنا في بيحتفلوا بالهالوين. فهلأ حبيت أعملكم ونستخدم نوع من أنواع القرع منسميه هنا باتر نوت سكواش، هو من فصيلة القرعيات ونوع من الأنواع لأنه أنا بحسه كتير كتير حلو. فهذا هو اللي زي اللي أنتوا شايفينه، هذا كتير كتير حلو طعمه، فأنا حبيت أعمل منه يخني القرع. كتير عملنا الأكلة وشو طيبة بتشهي، ياريت تجربوها وتدقوها وتقولولي. وممكن طبعا تتقدم طبيخ يخني القرع بخبز أو مع رز. هذا هو نوع القرع اللي أنا استخدمتها في الطبخة لأنها كتير كتير حلوة. طبعا أنا شو بدي أبلش، قبل بيوم أضفت على كمية الفاصوليا أي نوع بدي إياه، بنقعه طبعا لوحده، أضفت عليه معلقة صغيرة ملح ومية ونقعته طول الليل. بعدين في اليوم الثاني منبلش منغسله كويس ومنحط عليه مية ومنسلقه لحد ما ينضج. هلأ قبل ما نبلش شو بدنا نسوي، بدنا نبلش نسلق لحمتنا. طبعا طريقة سلق اللحمة موجودة في فيديو سابق بس حبيت أذكركم. نفس الشيء برضو أنا بسخن الطنجرة شوية وبضيف اللحمة وبحاول أشمعها أقلبها لحد ما يتغير لونها. وهنا زي ما انتو شفتوا أضفت شوية طماطم، حبهان وقرفة وورق غار، وأضفت هنا روزماري إذا شايفينه، وعيدان قرنفل، وعندي كان عيدان بقدونس. إذا أنا وضحت برضو سابقا إنه ممكن نستفيد منهم ما نرميهم، بيعطوا طعمة طيبة للمرأة وبضيعوا الزنخة. وطبعا الشيء الأساسي برضو أضفت هنا بصل. برضو أنا بحب أضيف في هاي الطبخة فاكهة مجففة زي الأجاص والمشمش والتمر. زي ما قلت قبل هيك تمر، بحب أضيف تمرتين أو ثلاثة مع نواهم، لكن لازم نتأكد إنه كل هذا حنشيله بعد ما نصفي المرقة، لأنه زي ما قلنا نوى التمر فيه فوائد كتيرة وكمان بساعد في نضج اللحمة بسرعة. إذا بتحبوا بتشوفوا الفيديو السابق يمكن قبل حلقتين أو ثلاثة بمواجه كيف اللي هي طريقة سلق اللحمة، اللي هي حتكون الطريقة يعني المثالية لكل الطبخات اللي حنقدمها في مطبخ ماما ريم. هلأ طبعا أنا بعد ما اللحمة بتغير لونها للون البني منضيف منغمرها بمية سخنة. نتأكد إنه حنضيف مية سخنة لأنه أريد اللحمة بتكون سخنة، ومنتركها. وطبعا مجرد ما تغلي منقيم الزفرة أي زفرة فوق، وبعدين منوطي النار عليها ومنتركها تنضج حسب نوعية اللحمة اللي موجودة عندكم. طبعا ما تضيفوا ملح في البداية، طبعا منضيف الملح بعد ما نتأكد إنه اللحمة نضجت حتى لا يأثر عليها أو تشد اللحمة. إن شاء الله هلأ بتبلشوا معانا وبتعجبكم هالأكلة، كتير كتير طيبة. وهلأ بعد ما أضفنا المية على المرقة وبلشت تغلي زي ما أنتوا شايفين، من الزفرة ومنتركها على جنب. هلأ زي ما أنتوا شايفين هنا أنا بلشت أقشر القرع. كتير كتير إذا بتستخدموا القشارة، قشرة البطاطا هاي كتير كتير بتسهل عليكم وبيكون التقشير سهل كتير حسب طبعا نوعية القرع اللي موجود عندكم. هاي القشارة اللي أنا استخدمتها إلها سنان مش ناعمة كتير، فكتير عن جد ساعدتني. فهلأ بنتأكد، وهيك تقريبا قشرنا القرع اللي عايزينه. أنا استخدمت في هاي الطبخة واحدة من القرع تقريبا يمكن وزنها كيلو كيلو ونص.
حسب حجمها وحسب انتو ما بتحبوا. طبعا بنرفع البذور، انا رفعتهم بالمعلقة كتير كتير ساعدني، وبعدين منقطع القرع مكعبات كبيرة شوية مش صغيرة كتير، لانه طبعا اذا قطعناه صغير كتير بدوب، فلكن برضو حسب رغبتكم اذا بتحبوا تقطعوه صغير. طبعا هنا فتحناها ورفعنا البذر، وطبعا اذا في عندكم بذر كتير ورايقين ممكن تحمصوه. طبعا انا هنا البذر عندي كان صغير وحطيته على جنب، ممكن نستخدمه لشغلات تانية. وهيك هي هلأ بتشوفوا كيف أنا قطعته وحطيته على جنب، وحنبلش نعمل هلأ الجزء الثاني اللي هو البطاطا الحلوة. هلأ عنا اللحمة على النار وقطعنا القرع، وقاعدين هلأ منقشر البطاطا الحلوة بنفس الطريقة. برضو استخدمت قشارة البطاطا أو قشارة الفاكهة أو قشارة الجزر اللي موجودة عندكم، كتير كتير بتسهل في هاي العملية. وبنفس الطريقة حنقطعها مكعبات. للأسف هاي اليوم ما لقيت بطاطا مصرية اللي هني حلوة كتير، لكن اشتريتها مرة تانية لأشياء تانية، بس هاي كان برضو طعمتها طيبة وحلوة كتير. فهيك قطعتها مكعبات وبرضو ححطها على جنب. أنا هيك بجهز، واللحمة على النار منجهز كل أشياءنا ومنخليها جاهزة. شو بدنا نسوي؟ تنسوش إنه إحنا قاعدين بنسلق برضو الفاصوليا اللي حابين نستخدمها، فاصوليا بيضة حمراء، لوبيا، فاصوليا سودا، أو أي نوع من الفاصوليا الموجودة عندكم. فكله على النار وإحنا قاعدين نشتغل في أشياء تانية. هلا اول شيء بنسويه بنجيب الحله او الطنجره، بحط فيها بس معلقه زيت صغيره مش كتير، وبحاول اشلوح اقلب القرع اللي موجود عندي. طبعا ما بدنا اياه احنا نستويه، بس يعني لدقائق، وبعدين حنضيف عليه البطاطا الحلوه. برضو نقلبهم شويه مش كتير، برضو يعني دقيقتين على الأكتر، لأنه ما بدي إياهم يستويوا في هاي المرحلة. بعدين هلأ ببدأ أبلش عليهم أضيف ماء ساخن، أو إذا بدنا نعملها بدون لحمة، أو نضيف اللي هي من مرقة اللحمة. طبعا في هاي المرحلة يفترض أنه اللحمة استوت. برضو حبلش هلأ أضيف بهاراتي اللي أنا بدي أضيفها في هاي المرحلة، على أساس تتسبك وتاخد طعمة طيبة مع القرع والبطاطا. هلأ شو أنا حضيف؟ بحب أضيف كركم. أنا من يوم ما عرفت كتير فوائد الكركم عن جد بحاول أستخدمه في معظم طبخاتي. بضيف معلقة كبيرة كركم، لأنه أنا أكلتي كيس يعني تقريبا لست أشخاص الوجبة اللي أنا عملاها. طبعا بتراوح، إذا أنتوا عاملينها لشخصين يمكن بدكم نص معلقة صغيرة. هلأ بضيف فلفل أسمر مع إضافة الكركم، لأنه الفلفل الأسمر بيساعد الجسم في امتصاص الكركم. وأضفت برضو معلقة صغيرة قرفة، مش كتير، معلقة ممسوحة صغيرة عشان القرفة طعمها قوي ما يغطي على الأطعم الأخرى. وهنا حبيت أضيف بابريكا، بتعطي لون هيك برتقاني، لون أحمر حلو كتير كتير للطبخة. وهلأ بحركهم بتأكد أني مزجتهم مع بعض كويس. وشو بضيف هنا؟ بضيف معلقتين كبار دبس رمان. دبس الرمان يعني من الأشياء اللي أنا بحبها، وفي هاي الطبخة بحب أضيفها، فضفت دبس الرمان هنا. يعني إذا بيكون دبس رمان للنوع الحامض بيكون أحسن، لأنه القرع عنا حلو، فإحنا بدنا نكسر الحلاوة بشوية دبس رمان. منضيفها ومنحركها، وبعدين منتركها منغطيها. طبعا هنا أضفت غمرتها بالماء، يعني تأكد أنه أضفنا مرقة اللحمة أو أي أو ماء ساخن أو ماء مذاب في ماجي زي ما بتحبوا. ومنتركها لتقريبا، نتركها مش كتير، يمكن 10 دقائق، ونشيك عليها لأنه القرع والبطاطا بيستويوا بسرعة. بكشف عليهم وبضيف تقريبا، بحسها إذا نص استوى بضيف عليها اللي هو عصير طماطم. أنا عندي هنا شغلة اللي هو هذا شوية سميك عصير الطماطم، حوالي نص 500 جرام، أضفتهم، اسمه بساتا، أو ممكن أنتوا تضيفوا
في هاي المرحلة يعني ممكن أقول معلقتين صلصة طماطم، وطبعا السمك حسب ما بتحبوا وحسب نوعية الصلصة اللي موجودة عندكم، ومنغطيها ونتركها ننضج. في هاي الفترة بتكون عندي الفاصوليا نضجت تماما ناضجة، وبيكون الأنواع التانية كملت، فنتأكد إنهم ناضجين قبل ما نضيفهم. أنا هنا كتير كتير نضجت على الآخر، فأنا بحبها تبقى مستوية. شايفين هاي الفاصوليا برضو النوع التاني، طبعا حسب الأنواع اللي بتحبوها، أو ممكن تحطوا فاصوليا بيضاء لوحدها. فهاي بعد 10 دقايق ما غليت غليت الطبخة مع الطماطم وبدت تتسبك. تقريبا هاي في آخر مرحلة، آخر 5 دقايق منضيف الفاصوليا، لأنه الفاصوليا تذكروا إنها مستوية، فمنضيفها ومن شو منحط برضو منكهات إضافية هلأ، اللي هي حتكون عنا الغالية علينا التومة. بجيب 3 أو 4 فصوص توم، من بدقهم مع كزبرة خضراء وملعقة كبيرة كمون، مندقهم مع بعض كويس كتير كتير، ومنضيفهم مع الطماطم اللي حطيناها قبل ما يعني لازم 10 دقايق قبل ما تستوي الطبخة، منضيفهم ومنحركهم كتير، بيعطوا نكهة طيبة 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 كتير للطبخة. منضيفها، أنا بحب أضيفها بالآخر على أساس تضل نوعا ما نكهة التوم، إلا إذا أنتم ما بتحبوا هاي النكهة ممكن تضيفوه في المرحلة اللي قبل. وهلأ بنتركها تغلي حوالي كمان 10 دقايق أو ربع ساعة حسب ما بتحبوها، ومنضيف عليها لحمتنا اللي تم سلقها اللي مسلوقة، إذا ما نعملها بلحمة، وإذا ما بدنا نعملها بلحمة طبعا ممكن نتركها تبقى فيجان ديش، يعني طبق نباتي، وألف صحة وعافية. طبعا هنا شايفين كيف هلأ لزوجة الطبخة بتصبح سميكة لما حطينا الفاصوليا مع القرع مع كل هاي الأشياء اللي حطيناها، أنا بحبها شوية تكون سميكة. وهيك طبقنا صار جاهز للتقديم، وإن شاء الله بيعجبكم، اللي هو طبيخ القرع مع الفاصوليا، يخني القرع مع الفاصوليا، وإن شاء الله بتجربوا. أنا هيك هيني بدوقه، كتير كتير طيب، طعمه بشهي، وإن شاء الله بيعجبكم. وبشوفكم مرة تانية، وبتشتركوا بالقناة وبتفعلوا الجرس فعساس يوصلكم طبخات وأكلات طيبة تانية، ممكن حلويات، مشروبات، أشياء تانية إن شاء الله بنعملها مع بعض.